اوكي يلا بشوفكم باي. شو الصدفة الحلوة؟ فعلا صدفة كتير غريبة انه نلتقي بباريس فجأة. بالمناسبة انا سحر جابر وانا ابن عمك يزن. طلعت كمان ابن عمي؟ واو. انتي شو قاعدة بتحكي مع شباب بالجامعة؟ اوعي تفكري مش شايفك، صار لي ساعة براقب فيكي. وانت بصفتك شو بتراقب فيي؟ بصفتي ابن عمك اللي اكسكيوز موا؟ اللي شو؟ اللي نفسه يحكي لك جوتيم. واللي نفسك تسمع منها دكور؟ وي وي بعينك، انت شو مفكر حالك؟ حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبل ما انا الحب ايه؟ والله يا ام كلثوم اذا انت مش عارفه فهي مشكلتك. لا حبيبي هاي مشكلتك، بس تحط عقلك براسك وتشوف مستقبلك، ساعتها ممكن افكر. تفكري؟